زمايلة تقولي لها ايه النهارده؟ يلا امرايا جميله ان شاء الله، فيلم مقسوم يكسر الدنيا. شيرين رضا، سما طبعا، كوثر مخرجه انا واثقه انها عامله شغل رائع، لان انا شفت فيلمها الاول القصير كان معاها الهام الصغيره، راحوا مهرجان فينيس وبعدين مهرجان القاهره خدوا احسن فيلم، وبعد كده الهام خد التاني جايزه احسن ممثله، فمن اول فيلم. فكوثر يعني واضح، عارف دايما المخرج بيبان من اول فيلم ليه، فانا متوقعه بقى الفيلم الروائي الطويل مع الكاست اللي يجنن، ليلى علوي، شيرين رضا، وسما، اكيد عاملين شغل ما حصلش، فمنتظره استمتع.